السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابع. استهداف جديد يطال أبراج الطاقة في صلاح الدين، عزل محافظات وتوقف إمدادات الكهرباء، قانون النفط والغاز، مشاورات السياسة وخبراء الاختصاص لتسريع الإنضاج وإرساله إلى البرلمان. حياكم الله مشاهدي الأحبة. بعد 3 أيام من الليالي الدامسة، دامسة الظلام وارتفاع في درجات الحرارة لمستوى يلامس درجات الغليان أو نصف درجة الغليان، عادت أزمة استهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة المشهد إلى المسلسل القديم الجديد، طارحة نفسها أزمة حقيقية ومقدمة أوراق الاعتماد ودافعة بالاحتقان الشعبي إلى الأمام، باعتبار أن التيار الكهربائي يتلامس مباشرة مع حياة الناس، فمصلحة من التلاعب بالنار واستهداف هذه الأبراج وإشغال السلطات في موضوع أشبه ما تكون بالضرب أسفل الحزام، تصعق ثقة الشارع بالنظام السياسي اللي يحاول جاهدا ترميم العلاقة بينه بعد أن دخلت غرف العناية المركزة منذ مدد ماضية. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة مشاهدي الأحبة، فبعد سنوات من التأجيل والاحتجاز أعادت مؤشرات الاستقرار في العلاقة بين بغداد وأربيل قانون النفط والغاز، صيف الموازنة وغيرها من القوانين إلى أولويات البيت التنفيذي والتشريعي على حد سواء، ليغادر بذلك محطة الانتظار ويتجاوز عتبة ما زاد على عقد من الخلاف. لكن الساحة السياسية المعروف عنها بكثرة الحركة قد تعيد في أي لحظة للمربع الأول وتبدد المسافة الصفرية التي جعلته قريبا من الإنضاج في مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب. هذين ملفين مشاهدنا الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم ويا ضيوفنا الكرام. تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين، الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي ضيوفا أكارم في الأستوديو. أستاذ دكتور أحمد، يعني فجر اليوم الخميس تم استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين حرارية حديثة بعبوة ناسفة وسقط البرج، تقطعت الأسلاك بعد 3 أيام من حادث مماثل، رغم أن موضوع استهداف الأبراج والخطوط موضوع قديم وقدمت فيه الرؤى والحلول ويعود 2008، لكن من المستفيد من إحيائه في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أخذنا بنظر الاعتبار التوقيت والأسلوب ندرك حقيقة أن هناك بصمات سياسية في هذا الأمر، وإن عدت عمليات إرهابية ولكنها لا تخلو من تصفية حسابات سياسية، أو هناك غطاء من خلاله تمنح هذه الجماعات مرونة تتحرك بها متخطية الإجراءات الأمنية والإجراءات الاحترازية. ودليلنا في ذلك أن الهدف وعني به مصادر الطاقة أو معابرها وأسلاك الطاقة هي في التقييم التعبوي تصنف من الأهداف السوقية، واختلاف بين الهدف التعبوي والسوقي أن الأهداف السوقية تجمع بين البعد السياسي والبعد العسكري والأمني، وبالتالي هذا الاستهداف ولا يخلو من دوافع سياسية. لذلك نرى أنه تتكرر في توقيت زمني محدد وفي أماكن، وتستثمر استهداف العقد الاستراتيجية المهمة
في أسلاك نقل الطاقة من أجل إلحاق الضرر ورفع منسوب النقمة الجماهيرية أو التأثير في الرأي العام حتى تنعكس بشكل سلبي على الحكومة. فإحنا بالحقيقة مثل هكذا المعالجات تحتاج إلى قرار مزدوج، إلى إجراءات احترازية أمنية وعسكرية ميدانيا، وإلى قرار سياسي يرقب ويشخص ويحدد من الجهات التي تكون منتفعة من مثل هكذا ممارسات، ونجد لها الحلول السياسية والأمنية في آن واحد. أما العمل الأمني والعسكري بمفرده لا يحقق إجراءات رادعة في مثل هكذا ممارسات تجتمع فيها الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية في آن واحد. طيب دكتور صفان، وجد الترحاب بحضرتك. لما ينظر الدكتور الشريفي إلى هذه المسألة بأن فيها أبعاد سياسية، وإحنا نتحدث عن هذه العمليات بيصفها تخريبية، استهداف للأبراج والخطوط، طيب هنا لأي درجة تعزل المحافظات عن بعضها وتقطع ارتباطها بالمنظومة الكهربائية، وأيضا توقف إمداد المشاريع الحيوية؟ عندنا مستشفيات، مشاريع مياه، صرف صحي، غيرها بحاجة إلى تيار كهربائي. طبعا بداية أرحب حضرتك وبالأستاذ الفاضل والجمهور العزيز. من الواضح أن يعني عملية تتبع حركة نقل الطاقة من المحطات إلى المستهلكين تحتاج إلى الرقابة بالكاميرات من أجل حيلولة دون وصول الإرهابيين إلى تفجير مثل هذه الأبراج. حاليا هناك يعني خبرة لدى القوات الأمنية في تتبع حركة الأفراد والعناصر التي يمكن أن تكون لديها أهداف بالتأكيد سياسية. عمليا الضغط على المستهلك هو الهدف الرئيسي من قيام بمثل هذا الموضوع، لأن الكل يعلم بأن هناك أصلاح، لكن كلفة الضرر ستكون على حساب الخزينة العامة ما لا يقل عن 40 مليون دينار كلفة الإصلاح للبرج الواحد في مناطق كانت تعاني من الإرهاب، مع وجود بعض الأفراد، مع وجود قد تكون هناك مصالح تضررت بالآونة الأخيرة، لأن السوداني وحكومته حقيقة جادين بمكافحة الفساد بمحاور مختلفة. فرد الفعل على أبراج الطاقة من قبل الفاسدين والإرهابيين متوقع. نأمل أن تستطيع وزارة الكهرباء باستحداث منظومة حرارية للرقابة على جميع أبراج الطاقة، وأن يكون لدينا جهد في المشاركة أيضا مع الأقمار الصناعية في فحص مثل هذه المكانات، خاصة في فترة الليل بتقديري، لأننا نستطيع يعني أن نراقب حركة الأفراد أثناء النهار، لكن الكاميرات الحرارية والأقمار الصناعية وعقد رسمي بين وزارة الكهرباء وأحد الجهات الأمنية لمراقبة خطوط الإمداد ستحرم الفاسدين والإرهابيين من التفكير بالأضرار بالمستهلكين. طبعا الهدف بالتأكيد هو الضغط على الشارع العراقي من قبل الفاسدين، لكن ليست بطريقة مباشرة على الحكومة العراقية، وإنما على المواطن لكي يثور على الحكومة أو يحاول يعني أن يمتعض من الإجراءات الحكومية. فنحن أمام ضرورة لإعادة تأهيل منظومة الحماية لكي نحرم هذه الجهات من الوصول إلى هذه الأهداف، ويمكن أيضا أن تكون لشركات التأمين العراقية دور في عملية التأمين على الأبراج بعد تأسيس منظومة الحماية، لكي لا تتحمل الموازنة العراقية الأضرار التي قد تنتج من عملية الإيقاف سواء للمحطات. لاحظنا في البصرة أيضا هناك كان حريق، لم نتأكد من أنه حريق مفتعل أم هو يعني عرضي، لكنه تزامن مع اسقاط الابراج، فهناك شبهات تحوم حول الموضوع. فشركات التامين العراقيه تستطيع يعني تحديد مصادر الخطر والاليه المستخدمه للوقايه من هذا الخطر، وتدريجيا بالتاكيد الفساد في النفسات الاخيره وحتى الارهاب. فاعتقد ان مثل هذه الاحداث لن تنطلي على المواطن بانه يعلم بأن هناك مصالح قد تضررت لبعض الفاسدين لإرهابيين. بالتأكيد الضغط على خطوط الكهرباء خاصة في موسم الحرارة أو موسم الصيف وليست في الأيام الاعتيادية يدل على أنهم يحاولون الضغط على المواطن في هذا التوقيت. طيب
دكتور أحمد، يعني قيادة العمليات المشتركة يعني سوت خطة لحماية هذه الأبراج وأيضا القيام بعمليات نوعية تمشيط واستخدام طائرات مسيرة، لكن لماذا تعذرت الحماية هذه المرة وكذلك المرة السابقة قبل أيام؟ شنو نحتاج من خطط وقائية؟ يعني مو من الطبيعي يعني أصلا أن تكون نقطة أمنية أو جندي عند كل برج، ما ممكن. هو بالحقيقة نعم، تعجيز يعني الحماية المباشرة أمر غير ممكن، ولكن ممكن الحماية المباشرة عبر التقنية الإلكترونية كما تفضل الضيف الكريم، أن هناك كاميرات حرارية بالإمكان أن تكون عاملة بطريق لاسلكية، وأن تكون هناك مركز قيادة وسيطرة، وتسند بطائرات درون حتى وإن كانت من الكوادكوبتر اللي هي واطئة الكلفة بشكل كبير جدا في مسألة الرصد والاستبكان ممكنة، ولكن نحتاج بالحقيقة لاستراتيجيات أبعد. هذه مد الأسلاك عبر مناطق نائية وعبر مناطق مفتوحة هو خطأ استراتيجي، لما يكلف من ضياع في الطاقة من جهة، ولما يجعل هذه الامتدادات أو السلاسل للطاقة هدفا حيويا وخسر رخوة لإنتاج الطاقة، والطاقة الكل يعلم أنها جزء من الأمن القومي على اعتبار هي تشكل عجلة الاقتصاد في البلد، والنشاط العام يتعلق بالطاقة بشكل مباشر. فإذا استراتيجيا نحن نحتاج إلى أن نوسع دائرة الإنتاج ونحصرها في الوحدات الإدارية، ونقنن من مسألة الأسلاك العابرة من محافظة إلى محافظة ومن رقعة جغرافية إلى رقعة جغرافية، لأنها كما قلنا تشكل خاسرة رخوة، فضلا عن الاستهلاك الذي الحقيقة يكلف أثمان باهظة، لأنه عبر هذه الأسلاك أكو هناك مقاومة، وبالتالي ضياع الطاقة ممكن أن يجري الانتفاع منه، وهذه فيها جنبة اقتصادية في جدوى إنتاج الطاقة وعلاقتها بالتوزيع. فإحنا أمام بالحقيقة حاجة لاستراتيجيات بعيدة المدى، ولكن دعني نسلط الضوء على مسألة في تقديري غاية في الخطورة، أنه دائما إحنا نعاني من اضطراب الأكتاف الحدودية لبلدنا، والآن نحن على أعتاب مرحلة خطرة جدا. يعني كنا نتحدث عن حرب الطاقة بشقيها البترول والغاز، الآن بعد أحداث نيجيريا دخلنا في معادلة جديدة هي حرب اليورانيوم، واحتمالات أن تتوسع هذه العملية في تصفية حسابات أو حرب مباشرة تطال سوريا وما يجري في شمال سوريا وغربها أو في القائم والبوكمال والميادين، ليس بعيد عن هذه المعادلة. وبما أن التنظيم لا يزال يمتلك قدرة كسر الحدود على أقل تقدير على مستوى التسلل، فأحنا أمام منسوب تحدي يرتفع يوم بعد يوم مع احتدام الصراع بين الدول الكبرى وبين اقترابه إلى الحدود السورية. فالمعادلة تقتضي أن نجد حلولاً جذرية، وأن نرفع من نسبة التأهب أخذاً من مبدأ سبق النظر في الأحداث، والأيام القادمة قد تنذر بتراجع أمني إن لم تكن هناك إجراءات احترازية ترتقي إلى مستوى إيجاد استراتيجية ردع تتكامل فيها الأفكار مع وسائل التنفيذ الميداني تعبوياً أمنياً عسكرياً. نعم. طيب، هذه التعرضات العسكرية بكل خواصها دكتور صفوان، ولكن أيضاً نتحدث لتجاوز أزمة استهداف أبراج الكهرباء والخطوط الناقلة، هنالك آراء صدرت ضرورة أن تكون لكل محافظة منظومة كهربائية خاصة بها، ومغادرة الربط بين المحافظات خاصة في المحافظات اللي تتكرر بها مثل هكذا أفعال، بالتالي أن أي استهداف راح يوقف العمل في محافظة وليست المنظومة الوطنية بالكامل. شنو واقعية هذا الطرح وإمكانية العمل به؟ طبعا نعم، يعني استراتيجيا عندما تحقق أمن الطاقة داخل كل محافظة من مصادر قريبة على المستهلكين ستخفض تكاليف الاستثمار في عملية النقل بين المحافظات، مع ضرورة الحاجة لكي تكون شبكة وطنية لغرض إسعاف النقص الذي قد يحدث في محافظة دون غيرها. درجات الحرارة بين المحافظات هي ليست متماثلة، بمعنى أن التكاليف الثابتة لإنشاء محطة كهرباء في محافظة معينة قد لا تستعمل بالكامل، فعملية استثمار الطاقة المتاحة للتوليد ضمن كل محافظة وتصدير الطاقة من محافظة إلى أخرى أو استيرادها أثناء فترة
تبدل الحرارة بين المحافظات تدعم إنشاء شبكة وطنية، لكن عملية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من داخل المحافظة تحتاج بالتأكيد إلى مصادر للحصول على التوليد. بعض المحافظات قد يكون هناك توليد عن طريق السدود، بعضها قد تكون عن طريق الرياح، بعضها عن طريق الطاقة الشمسية، بعضها عن طريق الوقود الحفوري. من الممكن أن يكون لدينا أيضا محطات على الغاز، لكن رسم خريطة واضحة لعبور الطاقة بين المحافظات ومرونة في عملية القطع. يعني عندما يتم استهداف برج يفترض أن الخط الطارئ يكون حاضر لعدم انقطاع الكهرباء على المستهلكين. نفترض أن وجود هذا الخط الطارئ لحماية ضعف الإمدادات أو قطع الإمدادات، زائدا أن عملية فتح نافذة الاستثمار للقطاع الكهرباء للقطاع الخاص لكي يكون قريب من المستهلكين بعيدا عن التفكير بالأضرار بعمليات الانتقال. طيب دكتور، يعني احنا نعرف أنه أزمة الكهرباء دكتور أحمد هذا الصيف مرت بمرحلة صعبة جدا، يعني مرحلة الغاز، استحقاقات مالية لطهران، تدخل مصرف في عمان ولم تحل الأمور بالشكل الأمثل، تفكيك هذه المشكلة إذا ما تناولناها بالبحث والتحليل، هل هنالك من يريد أن يدخل البلاد في المرحلة الثانية اللي تعد هي الأصعب والأثقل في هذا التوقيت؟ نعم، في تقديري أنه ذروة الأزمة بدأت، يعني يجري الطلب من الحكومة الحالية أن تعالجها، وهي أزمة براكمة متراكمة ومر عليها زمن طويل، لم تجد حلول جذرية لحل هذه الأزمة. الآن لا نستطيع أن نعاتب الحكومة، ولكن أيضا هناك كما قلنا بصمة سياسية. هذه البصمة السياسية لابد أن تضع على أقل تقدير الحكومة الحالية الرأي العام أمام كثير من الحقائق. من الذي يعبث؟ هسه احنا على سبيل المثال قضية محطة البصرة، الكل يجمع فنيا هذه المحطات فيها وقاية ذاتية وفيها وسائل أمان، إذا ارتفعت بها درجة الحرارة هناك إطفاء ذاتي، إذا كان هناك عطب معين فيها قطع، فيها سلسلة من الحماية الذاتية تتجاوز الخمس إجراءات، ثم بعد ذلك ممكن أن يشب فيها حريق. فأما أن يكون إهمال أو أن تكون قضية متعمدة، فإذا كان إهمال فالإهمال 100% متعمد، لأنه لماذا لم تتخذ الإجراءات الرادعة؟ يصير أوفر هيت، يصير شدة مقابلة، تصير بها عطب معين ممكن أن تفصل وممكن أن تعالج، لو كان هناك رقابة ومتابعة وما إلى ذلك لا يحصل هذا الحريق الهائل والذي يؤدي إلى خلل كبير جدا. فلا تكفي فقط اللجان التحقيقية، لأنه الذراع التي سوفت القضية وأوصلتنا إلى سوء المراقبة حتى وصل هذا الحريق إلى هذا المفصل الحساس في الطاقة أيضا قد تعطل نشاط اللجان. فنحتاج بالحقيقة إلى فاعلية، يعني نحتاج إلى دولة قوية، هذه الدولة القوية تنزل في الميدان بالملفات كاملة، ابتداء من الملف الأمني إلى العسكري إلى السياسي وما إلى ذلك، وأن تفرض الحكومة هيبتها على الأطراف حتى وإن عدت أطراف متنازعة سياسيا، فليذهبوا سياسيا إلى تصفية الحسابات فيما بينهم، تسقيط وما إلى ذلك، لكن أن يصلوا إلى المصالح العامة وإلى حقوق الشعب، فمعنى ذلك أنهم تخطوا الحدود الحمراء في إدارة الصراع فيما بينهم. ونحن تحت مظلة نظام ديمقراطي، في النظام الديمقراطي مشروط أن عمليات التداول السلمي للسلطة أن تكون سلمية، فإذا خرجت عن هذا النمط تمتلك الدولة وسائل القمع والإلزام للأفراد المتصارعة خارج الأطر الديمقراطية. لماذا لا تستخدم هذه الأوراق وتبقى القضايا عائمة؟ حريق كلفنا أثمان باهظة على المستوى الاقتصادي، على مستوى رد الفعل والانتقاد للحكومة، ثم الإجراء حصرا سنشكل لجنة تحقيقية. لا، أدخل إلى عمق الحدث وأشوف شنو اللي دي يصير. هذه الأجهزة الأمنية اللي دي تمر في كثير من الأحيان في حالة سبات، عاجزة عن تطوير ذاتها وتطوير إمكانياتها، ما السبب؟ لماذا لا نلجأ إلى البعد التقني؟ يعني هذه معادات التقنية من قبل مؤسسات الدولة
باتت تضع ألف علامة استفهام. طيب وهنا دكتور أسأل حضرتك يعني إذا اسمح لي، يعني هذا تخطي الحدود الحمر اللي تفضلت بها حضرتك، هل يعني ارتفاع مؤشر هذه الاستهدافات في مقبل الأيام؟ الخطورة لا تكمن فقط في أسلوب الصراع، بل مخرجات هذا الصراع، هذا اللي عنده استعداد أن يدفع جماعات تخلي عبوة حتى يسقط أسلاك طاقة يضر بها المواطن والمواطن البسيط، كيف يؤتمن أن يكون شريكا في العملية السياسية؟ كيف يؤتمن أن لا هذه الوسائل تمكن من تسنم موقع متقدم في الدولة ويعد خرقا لأمنها القومي؟ لأنه الذي يعبث بهذا الشكل هذا عنده استعداد أن يبيع وطن. فلماذا لا تكون هناك إجراءات رادعة على أقل تقدير في كشف مثل هكذا ممارسات؟ لا تخلو قطعا مثل هكذا تصرفات بالبصمة السياسية. فلنذهب تتبعا لهذه البصمة السياسية، من يقف خلفها؟ من يوصل البلد إلى هذه الحالة ويجعل منسوب النقمة يرتفع؟ إذا ارتفع منسوب النقمة الجماهيرية دخلنا في محاذير حروب الجيل الخامس التي تنتفع من النقمة الجماهيرية لتوجيهها ضد النظام السياسي وبغيته أسقاطه. فحس على أقل تقدير امتلكوا حق الدفاع عن النفس أو اتركوا هذه الحواشي، يعني صانع القرار السياسي آن الأوان أن يتحرر من محاصصة أثقلته بحواشي فاسدة سيئة غبية جاهلة بذريعة المحاصصة. لا تصغي لهم، شنو الشخص كان شايتش عند مسؤول يجي يتحكم بمكتبي؟ منو هذا؟ هو المسؤول منو اللي جابه؟ آن الأوان لأن نكون أحرار في إدارة أزمة لبلد ليس هين على مستوى التوازنات الطاقة وعقدة استراتيجية، على مستوى القيم والمبادئ. أكثر دولة في العالم مستهدفة الآن في منظومتها القيمية هو العراق، وقيمة بالتحديد الدينية، مرجعيتك مستهدفة وكل يوم يطلع لنا بوق يتوجه ضد المرجعية. ما أنت يوم دخلت داعش احنا ما وجدنا سند لنسرد عليه غير المرجعية، وتستهدف المرجعية وتضطر المرجعية تطلع بيانات وتدافع عن نفسها. لا احنا شنو شغلنا؟ أي شغل المؤسسات عندما تستهدف رمزية بهذا المستوى تشكل صمام أمان ضامن إن إحنا كمؤسسات أمنية وعسكرية، فما بالك في البعد السياسي؟ كيف يستهدف مرجع صانع الأمن والسلم الدوليين؟ كيف تستهدف مرجعية دفعت باب الفاتيكان إلى زيارة النجف الأشرف والذي يعبر عن نصف سكان أهل الأرض ليثمن موقفا وقفته المرجعية؟ كيف يتجرأ شخص من داخل المنتظم السياسي أن يتطاول على هكذا مقام؟ هو لا يمثل نفسه فقط، هو يمثل كل قيم الرفعة والسمو لبلد. فآن الأوان لأن تكون الحكومة صاحبة جرأة وقوة وأن تستخدم وسائل الردع والقمع بالطرق المشروعة الذي يتجاوز على حقوق المجتمع وحقوق البلد ويمس أمن القومي، آنذاك تكون كل الاحتمالات مفتوحة وبيد صانع القرار السياسي دستوريا أن يتخذ فيه الإجراءات الرادعة. لماذا هذا التعطيل ولماذا التسويف ولماذا الضعف والوهن؟ طيب هذه التساؤلات كلها قبالتها من الناحية الإجرائية دكتور صفوان، أكو اتفاقات بين العراق وسيمينز وجنرال الكتريك لتقوية أواصر الاستثمار في قطاع الكهرباء، هاي الأعمال هل راح تتعدى هذا التداول المحلي؟ راح تبعث برسائل تقوض صلاحية البيئة الداخلية للاستثمار؟ أعمال التخريب أقصد بها؟ طبعا قد يكون أحد يعني دوافع المخربين هو تعطيل بوصلة الاستثمار في ملف الطاقة. بالتأكيد نحن بحاجة إلى تحليل سلوك المخربين والتنبؤ بمستقبل هذا السلوك وضبط إيقاع الرد رد الفعل. الوقاية طبعا بالتأكيد من خلال يعني التفكير المسبق بما هي الآلية التي يمكن استعمالها في تعطيل الحياة الاقتصادية أو هز المجتمع من خلال إشاعة الفوضى في ملفات مختلفة. فنعم سيمنز وجنرال إلكتريك والاستثمار من قبل شركة توتال الفرنسية في الطاقة الشمسية معرضة نفس هذه المخاطر، لكن هذه الشركات تستطيع حماية أدواتها وهي يعني تستطيع حماية منتسبيها وحماية إمكانياتها بإمكانيات تكنولوجية. التكنولوجيا يمكن أن تساهم في هذه المرحلة في وقايتنا من المخاطر، وكذلك شعور المواطنين على مستوى الرقعة الجغرافية، على مستوى العشائر، على مستوى الأفراد، بأن هذه الأبراج أو هذه الرقعة الجغرافية
هي عبارة عن امدادات لإسعاف عراقيين في مكانات أخرى، فعملية استهدافها سكان الأرض الأصليين يستطيعون الوصول إلى منهم المخربين، وعليهم أن يتعاونون مع الجهاز الأمني للكشف عن هؤلاء سواء كانت جهة أو فراد. علينا تتبع مسيرة المخربين والحوار مع المجتمعات المحلية للتأكد من سلامة ذهنية لهؤلاء. هؤلاء الآن وضعوا تحت دائرة بيع الأوطان من خلال ثمن بخس يتلقوه مقابل تهديم برج أو حرق محطة توليد. هذه النفسية يفترض أن يتم محاربتها وتشخيصها بدقة، ولا بس أن يكون لدينا أيضا يعني ضمان على مستوى المناطق التي تمر بها هذه الخطوط، العشائر، سكان المناطق المجاورة، أي حركة أي شبهة. الأمن المجتمعي يفترض أن يرصد مثل هذه الحركات. الشركات العالمية حاليا تراهن على أن العراق هو مصدر للطاقة، سواء على مستوى إيقاف حرق الغاز والاكتفاء ذاتيا من توليد الكهرباء عن طريق الغاز العراقي، أو التسريع بموضوع الربط الكهربائي سواء مع دول الخليج أو مع المملكة الأردنية. إنشاء محطات توليد جديدة في المحافظات سيساهم بالتقليل آثار الكهرباء. الكهرباء حاليا يعني يعاني من عجز ما لا يقل عن 15,000 ميجا وات، فعلينا خلق شراكات استثمارية لتوفير هذا العجز. العجز هذا يمكن أن يكون هنا نافذة لجذب المستثمرين سواء من سيمنز أو من جنرال إلكتريك، عقود طويلة الأجل لإنشاء هذه المحطات تسترد التكلفة من خلال من الذي يقوم بشراء هذه الخدمة عن طريق المستهلكين، مع ضرورة مساهمة الدولة في جزء من هذه المبالغ لكي يكون لدينا أمن للطاقة. عبور طريق التنمية من دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي سيساهم أيضا بنقل الطاقة الكهربائية عبر العراق. فالاستراتيجية الحكومة العراقية هي استقلال أمن الطاقة على المستوى الكلي، ولا بس أن يكون هناك استقلال لأمن الطاقة على مستوى كل محافظة، مع ضرورة وجود خطوط ناقلة للطوارئ بين المحافظات لكي لا يتمكن المخربين من إيقاف الاستهلاك وبالتالي خلق ضرر للحياة الاقتصادية. الكهرباء تعني الحياة، تعني الماء، تعني الزراعة، تعني الصناعة. فالمساس بعصب هذا الموضوع يعني محاولة تعطيل الحياة بالعراق. بالتأكيد الكل يعتمد على الطاقة الكهربائية، التعليم، الإنسان، الاستقرار. فمثل هذا الملف يفترض أن يكون محل اهتمام. وأين هي الخروقات التي حدثت؟ ما هو سبب الخرق؟ من هي الجهات التي يمكن أن تقينا من هذا الخرق ويتم التعاقد للحد من هذه الظاهرة؟ طيب، هذا حل، وأيضا حل آخر أشرت للدكتور صفوان وأتوجه به للدكتور أحمد الشريفي. لما يتحدث الدكتور صفوان عن الأمن المجتمعي ورصد هذه الحالات من قبل الأمن المجتمعي، هنا اتفقنا أثناء الحوار على نقطة مهمة، أنه صعوبة السيطرة على هذه الأبراج بشكل كامل من الناحية الأمنية. دكتور أحمد، مدى فاعلية إشراك المواطن في عملية حماية الأبراج وخطوط نقل الطاقة؟ أنا في تقديري بوصلة الإجراءات، إجراءات الردع، يجب أن تتجه إلى تشخيص سواء كانت العمليات تخريبية أو إرهابية. إلى الاتجاه بالبحث على المشغل، هذه الجماعات من يحركها، من يمولها، من يدعمها، من يعطيها الغطاء القانوني أو المرونة التي تتخطى بموجبها الإجراءات والاحترازية الأمنية، لأنه في كثير من الأحيان تنفذ هكذا عمليات وتهرب هذه الجماعات وتذوب في المجتمع المدني دون إمكانية رصدها أو تتبعها أو رصدها ويعني متابعتها. فإحنا أمام معادلة مهمة اللي هو استهداف المشغل. قد تستطيع الأجهزة الأمنية في رصد واستبكان النشاطات المشبوهة ميدانيا على المستوى التعبوي، لكن المشغل هذا الشأن أعلى، شأن يمس سيادة البلد، وبالتالي يحتاج إلى قرار سياسي وإلى وسائل الردع الأمنية التي هي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، جهاز المخابرات، على اعتبار أنه كثير من العمليات الإرهابية هي عمليات عابرة للحدود وبالتالي تنفذ على أيدي أجنبيين،
أي بمعنى أنها من حيث الاختصاص هي لجهاز جهاز المخابرات الوطني. جهاز الأمن الوطني إذا تسلل إلى الداخل وأصبحوا تهديدا للأمن الوطني للجبهة الداخلية، كيف يتحرك؟ كيف يكون التنسيق المشترك في رصد النشاطات المشبوهة؟ ثم الوقوف على الجهة المشغلة. ما من نشاط الآن يجري إلا كما وصفناه ببصمة سياسية، ومعنى ذلك أن هناك مشغل. إذا استطعنا أن نصل إلى المشغل أصبنا الإرهاب والتخريب بعطب كبير جدا. نعم، لكن كيف نصل إلى المشغل وهو في بعض الأحيان يوصف أو يسمى أنه هو شريك بالعملية السياسية؟ بالتأكيد خلينا نكون صريحين في تناول الأمور بعيدا عن المحاذير والخطوط الحمراء. لدينا خرقا في المنتظم السياسي هو الذي يجهض النهضة التنموية والأمنية والعسكرية في البلاد، وهذه المحاصصة ليست عبثية، هذه المحاصصة نزولا عند رغبة توازنات إقليمية ودولية لا زالت متصارعة على بلدنا، تعطل في كثير من الأحيان من الإجراءات الاحترازية، ويبقى المشغل فاعل ومؤثر ولديه قدرة التعويض. أي بمعنى أنه إحنا ميدانيا إذا ضربنا الخلايا عنده قدرة التعويض ليجيب خلايا أخرى، كما يحصل الآن مع داعش. سلسلة جبلية 500 كيلومتر خاصرة رخوة يجيب لك عبر الحدود ويفرهم ويوصلهم لدياله، يخلي لك خط تماس لمشاغلة العاصمة، معقل صنع القرار السياسي. نعم، من هذه اليد التي تؤمن هذه التنقلات؟ هذه اللي المفروض بالحقيقة هذا التساؤل. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الأمنية والاستراتيجية. دكتور أحمد الشريفي ضيفا كريما في الأستوديو، وتتفضل البقاء معي دكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي. نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. حياكم الله مجددا المشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بالدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي والمالي. أهلا مرحبا بك دكتور. يوم أمس كان هنالك اجتماع موسع لرئيس الوزراء مع عدد من قادة الكتل السياسية، وزراء الحكومة الاتحادية، حكومة الإقليم، وجمع أيضا من الخبراء والفنيين والقانونيين في هذا الاجتماع. هذه المجموعة كيف ستسهم في بلورة موقف موحد تجاه قانون النفط والغاز الذي ظل حبيس الأدراج لأكثر من عقد من الزمن وما تغير شيء؟ طبعا من الواضح أن العراق بحاجة إلى تمرير قانون النفط والغاز، وهو تحدي كبير على الحكومة الحالية، وهي تعهدت يعني مواجهة التحديات الكبيرة، وهذا التحدي بالتأكيد هناك إرادة سياسية الآن جماعية تحت مظلة إدارة الدولة ترغب بفك العقد في هذا القانون الذي عطل منذ سنوات بالتأكيد، وهو عطل يعني الاستثمار في القطاع النفطي. نحتاج طبعا بعد قرار المحكمة الدولية وأيضا قبول جانب ممثلين إقليم كردستان بتسليم النفط إلى شركة سومو كمصدر وحيد للنفط العراقي، نحتاج إلى تنظيم العلاقة بين مالك الثروة وبين مدير الثروة. مالك الثروة هو الشعب العراقي، سواء كانت هذه الحقول ما قبل 2003 أو بعد 2003، حسب ما نعتقد أن المالك هو واحد، هو الشعب العراقي. لكن عندما يتم بيع النفط خارج العراق وتأتي إيراداته إلى وزارة المالية، أين تذهب هذه الإيرادات؟ شركة النفط الوطنية المزمع يعني أن تباشر أعمالها بعد إقرار القانون، هي المسؤولة عن قطاع النفطي، سواء بالاستكشاف، بالحفر، بالاستخراج، بالنقل، بالتصدير. هذه الشركة تضم مجموعة من الشركات. إيرادات النفط بالتأكيد يعني العراق يحتاج إلى إيرادات اتحادية، 90% من هذه الإيرادات من الممكن أن تغطي نفقات الموازنة، 10% أو الأقل حسب تقدير الخبراء
الفنيين في موضوع استرداد التكلفة. أنت تعلم بأن حقول النفط هي بين الإقليم والمحافظات، فعملية إدامة التصدير تحتاج إلى استبدال الأنابيب، الضخ، الحفر، الاستكشاف، فالتكاليف التي تترتب على مثل هذه الأنشطة يمكن أن تدار من قبل المحافظات أو من قبل الإقليم داخل حدود الإقليم، على أن تكون طبعا بالكلفة العادلة. الكلفة العادلة يتم إعادتها إلى إمكانية أن تدار هذه الحقول من قبل شركات تخصصية ضمن نطاق المحافظة، وبذلك نضمن العدالة في توزيع التكاليف التي تحافظ على التصدير. موضوع الشركات الاستثمارية وجذب الشركات الاستثمارية إلى العمل في العراق، بالتأكيد العقود الاستثمارية تتناسب يفترض مع العائد على الاستثمار من الاستخراج، لا تتوزع بشكل يعني يخلق حالة من الحزازية بين المحافظات. هناك الآن منافسة بين المحافظات، من الذي يصدر أكثر، من الذي يستخرج أكثر، على اعتبار أن البترو دولار يعطي $5 لكل برميل أو يتم تصفية النفط داخل حدود المحافظة. فهناك منافسة على من الذي يرفع الطاقة التصديرية. العراق بحاجة إلى رسم سياسة موحدة للقطاع النفطي على مستوى جميع المحافظات بما فيها حقول داخل حقول الإقليم، لكي تنمو عملية الاستثمار بطريقة متوازنة، والعائد على الاستثمار هو الذي يمكن أن يحكم أين نبدأ بعملية الاستخراج والتصدير. زائدا تنويع مصادر التصدير من جهات مختلفة أيضا يمكن أن يناقش ضمن هذا القانون. في هذه الجزئية تنويع المصادر، ونأخذ أيضا هذا الفريق الذي ضم الكثير من الجهات في هالأثناء، اسمح لي دكتور صفوان بأن أرحب بالدكتور محمد عامر الديرشو، أستاذ دكتور محمد عامر أستاذ العلوم السياسية في جامعة دهوك، حياك الله دكتور. يتحدث الدكتور صفوان قصي عن هذا الاجتماع الموسع لرئيس الوزراء مع عدد من قادة الكتل السياسية، وزراء حكومة، حكومة إقليم كردستان. طيب هنا تواصل بين جميع هذه الجهات، وهناك أيضا أسأل حضرتك عن إشراك للإقليم بشكل كبير في هذه المفاوضات، كيف يقرأها المتخصص من أربيل، ولماذا تبدو أربيل أيضا مصرة هذه المرة على جدية إقرار هذا القانون؟ هل حاصرتها قوانين المحكمة الاتحادية والدولية أم ماذا؟ مساء الخير، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ومشاهدين الكرام. يعني حقيقة أريد أن أنطلق من هنا. نحن كدولة، نحن العراق أقصد، كدولة نعتمد في اقتصادنا على النفط بنسبة أكثر من 95%، وربما في بعض السنوات ميزانية 99%، ونكون دولة بدون قانون نفط. أقل ما يقال عن هذا الشيء هو أمر معيب. هذا ما عدا على أنه يعني موقع العراق، ثروة العراق حقيقة يلعب دور على الصعيد العالمي، يعني بمعنى نحن نفضح أنفسنا على المستوى العالمي أيضا. للأسف لغاية الآن في العراق لم يتم تشريع قانون للنفط. حكومة كردستان، إذا تسمحي تفضل، حكومة إقليم كردستان أدركت هذا النقص القانوني، لهذا سرعان ما توجهت إلى برلمان إقليم كردستان وشرعت قانون للنفط، ولم تكتفي بتشريع قانون للنفط، أي بمعنى حكومة إقليم كردستان مثل الأول ما عدا الحالة الدستورية، يعني إصرار الطرف الكردي على أن يكون أستمر في كلامي؟ تفضل تفضل دكتور محمد نسمعك. اوكي اذرني كنترول اذا ينتبهون شويه لانه في صوت يرتد لي خاطب علي. الطرف الكردي اولا شدد على ان يعالج الدستور العراقي الجديد موضوع النفط، ثانيا توجه سريعا الى تقنين وتشريع موضوع النفط. من هنا عندما لم تذهب بغداد الى تشريع للقانون، ذهبوا في اقليم كردستان الى تشريع للقانون،
بإشراف وشركة عالمية تشرف على الكمية المنتجة في كردستان. وبالتالي حقيقة قيام أقليم كردستان سواء باستخراج النفط أو بمساعدة الاتحاد في نقل النفط إلى تركيا في وقته شكل تخفيفا وكان في صالح الميزانية العراقية، لأنه مثلا حسب الميزانيات السابقة كان على الاتحاد أن يدفع ما يقارب من 900 مليار للأقليم كميزانية، لكن اكتفى ب 200 مليار. كيف؟ أنه الأقليم كان يصدر جزء من النفط. وبتصوري الوضع في بغداد، يعني إن كانت هناك سابقة طيب أريد أن أقول عقلية. طيب دكتور خلينا قاطعك هذه المرة، ما تفضلت به عكس الدكتور صفوان قصي، يعني أكو المحافظات المنتجة، الشركات النفطية الحكومية داخلة على خط إعادة النظر بمسودة قانون النفط والغاز من زواياها الفنية دكتور صفوان. نعم. ماذا يمثل هذا التحول في المسار وإشراك هذه الجهات، وماذا سيضفي على هيكلية المسودة، وبالإضافة لما تفضل به الدكتور محمد عامر حول وجود الإقليم في هذه المباحثات وحقوقه في بعض الموارد؟ طبعا واضح يعني هناك يعني نظرة إيجابية لضرورة أن يكون هناك مشاركة من جميع الذين يقومون بالاهتمام بإدارة الثروة النفطية لتشريع قانون النفط والغاز. وجود سند قانوني للتعاقدات التي أبرمت على مستوى الاستثمار داخل حدود الإقليم أو بقية المحافظات هو الذي سيطمئن المستثمرين عندما يرغبون بالاستثمار للثروة النفطية والغازية. الضيف الكريم أشار إلى ملاحظة مهمة جدا، يعني العراق يمتلك ما لا يقل عن 145 مليار برميل مؤكد، وأيضا يمتلك 8 تريليون قدم مكعب من الغاز، فهو مهم بالنسبة للعالم. وجود قانون للنفط والغاز ذا طبيعة دولية، يعني ما أعتقده أن على الرغم من الأهمية المحلية للحضور، لكن لا بأس أن يكون هناك استشاري عالمي يحضر في عملية إقرار قانون النفط والغاز، لكي نخلق حالة من التماسك مع ما يطلب المستثمر العالمي بالنسبة للنفط والغاز. يعني النفط والغاز هو ثروة، نعم هي محلية لكن مطلوبة عالميا، فعملية تأطير القانون بصيغة دولية ستمكن العراق من الانفتاح على شركات الاستثمار العالمية في القطاع النفطي وتطوير هذا القطاع، ويكون جاذب للاستثمارات الغربية الأوروبية في هذه المرحلة، لكي نطمن الاتحاد الأوروبي بأن أي خلاف قد ينشأ بين المنتج والمستهلك يمكن العودة به إلى مظلة قانونية محترمة من قبل جميع الأطراف، ويؤدي ذلك إلى استقرار الاستثمار. الآن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى النفط العراقي والغاز العراقي، وجود مكامن غاز جديدة في محافظات غير منتجة سابقا، الأنبار، ديالة، ستدعم تمرير هذا القانون من قبل كل المحافظات، وأن موضوع الحقول المشتركة بين المحافظات بتقديري أن نسبة الملكية من جهة فنية محايدة على أساس المكمن الغازي أو النفطي وتقاسم الثروة، ثروة البترودولار، يمكن أن تكون هي النافذة لفك الاشتباك بين المحافظات التي لديها حقول مشتركة. الكل يبحث طبعا عن الثروة الإجمالية، ثروة العراق، عندما نطور هذه الحقول المشتركة حتى مع بقية دول الجوار نحتاج إلى سند قانوني. نعم. فهذا السند القانوني ممكن أن يعظم الثروة ويطمئن الاستثمار الأجنبي. هسه مرة سند قانوني ومرة أنه حوارات مكثفة، ما رأيك بسعي الحكومة دكتور محمد بشكل مكثف لمناقشة مسودة القانون مع قادة الكتل السياسية، إشباع هذا الموضوع من مختلف الجهات قبل دخولها في جدول أعمال مجلس الوزراء؟ يعني نتحدث عن حسم النقاط الخلافية، هل راح يضمن مرور أسهل تحت قبة البرلمان؟ يعني بتصوري أول ما يسهل الأمر هو صح حكومتنا الحالية. أشكرك. يعني أولا من جهة عندنا اتفاق، وبموجب هذا الاتفاق
شكلت الحكومة العراقية الحالية، واحد مطالب أو شروط أو مطالب اللي أقول عنها أقليم كردستان هو التعجيل في تشريع قانون النفط والغاز. المدة المخططة لها كان 6 أشهر في كل الأحوال، يعني ظروف العراق حالة استثنائية. إذن المبدأ هو ما يفرق عن 20 سنة و18 سنة الماضية. الآن عندك حكومة، هذه الحكومة مشجعة من أجل تشريع القانون، التعجيل بتشريع القانون. نعم. ثانياً هناك اتفاق مبدئي بين الجهات المشكلة للحكومة، وهذه الجهات أيضاً هي الغالبية البرلمانية. ثالثاً عندك هناك اتفاق مبدئي بين فنيي حكومة أقليم كردستان وفنيي الاتحاد الحكومة الاتحادية، اتفقوا فيما بين بعض أثناء عملية المباحثة حول الميزانية. إذن عندنا 3 جوانب تشجع تشريع القانون، تشجع الجلوس مع بعض. وفعلا موضوع القانون، قانون النفط والغاز، يعني نحن في دولة اتحادية بمعنى شركاء، الشركاء في ماء أقليم كردستان، شركاء في الغاز والفوسفات في غرب البلاد في الرمادي، شركاء في نفط أقليم وغاز أقليم كردستان، وشركاء في نفط وغاز البصرة. هذا بحد ذاته يعني ما دام نحن نبني دولتنا على مبدأ الشراكة وليس على مبدأ أن تكون فئة طرف بمحاولة اضطهاد أو كسر إرادة الطرف الآخر، ما كانت تفعله الحكومات العراقية السابقة، أقصد هنا قبل 2003. نعم. ما دمنا نتصرف مع بعض كشركاء وعندنا مجموعة اتفاقيات، واحدة الاتفاقية التي شكلت بموجبها الحكومة مررت في البرلمان، ثانيا الاتفاقية بين فنيي الطرفين، ثالثا الإرادة الجديدة الموجودة في بغداد. يعني الإرادة السابقة حقيقة لم تكن مشجعة لأن يكون للعراق قانون للنفط. نعم. إذا تسألني لما، برأيي السبب واضح، يعني من ينظر إلى واردات النفط التي دخلت العراق وما وكيف سرقت هذه الأموال سيجاوبك لماذا أطراف معينة كانت ضد تشريع القانون. هذه كلها عوامل ميسرة، يعني حبيت أصوري حتى من الناحية الفنية، يعني ما دمنا اتفقنا هذا وضعنا ونحن شركاء والثروة للجميع، إذن الاتفاق على إدارة الثروة سيكون ميسر، ونتمنى هذا الاتفاق بأن بما كما تفضلت أن يكون ميسر وميسر داخل قبة البرلمان لتمرير هذا القانون اللي طال انتظاره كثيرا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دهوك، وشكر الموصول والكثير حضرتك رافقتنا في الملفين دكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.